في اطار العلاقات الاخويه التاريخيه التي تجمع بين مملكه البحرين والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادله عقد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه ومعالي الدكتور علي باقري كني وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اجتماعا ثنائيا في طهران يوم أمس وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الأسيوي واتفق الطرفان في هذا اللقاء على انشاء الاليات اللازمه من اجل بدء المحادثات بين البلدين بشان دراسه كيفيه استئناف العلاقات السياسيه بينهما